فيه شفاء للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، ويقاذفون من كل جانب دحورا، دحورا ولهم عذاب واصب، دحورا ولهم عذاب، دحورا ولهم عذاب، دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطافة فأتبعه شهاب ثاقب، إلا من خطف الخطافة فأتبعه شهاب، فأتبعه شهاب، فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب ثاقب. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان، مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، ويقاذفون من كل جانب دحورا، دحورا ولهم عذاب واصب، دحورا ولهم عذاب، دحورا ولهم عذاب، دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطافة فأتبعه شهاب ثاقب، إلا من خطف الخطافة فأتبعه شهاب، فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب ثاقب. والصافات صفا،
فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها
وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب ثاقب والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ويقاذفون من كل جانب دحورا دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب دحورا ولهم عذاب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب
شهاب فأتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب ثاقب والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون ويقذفون من كل جانب دحورا ويقذفون من كل جانب دحورا ويقذفون من كل جانب دحورا دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب دحورا ولهم عذاب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطافة فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطف الخطافة فأتبعه شهاب فأتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب فأتبعه شهاب فأتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب فأتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها 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 وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها 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 وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها 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 وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطافة فأتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب ثاقب والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب
دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطافة فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطف الخطافة فأتبعه شهاب ثاقب والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ويقاذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطافة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها 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 وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها 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 وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها
وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها 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 وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.